هذا واكد الرئيس سيسي ان بناء المجتمعات من الداخل على اسس الديمقراطيه والمواطنه والمساواه واحترام حقوق الانسان ونبذ الايديولوجيات الطائفيه والمتطرفه واعلاء مفهوم المصلحه الوطنيه هو الضامن لاستدامه الاستقرار بمفهومه الشامل واضاف الرئيس سيسي ان المحور الثالث من المقاربه الشامله للقضايا ذات الاولويه يتضمن الامن القومي العربي ثانيا ان بناء المجتمعات من الداخل على اسس الديمقراطيه والمواطنه والمساواه واحترام حقوق الانسان ونبج الادلوجيات الطائفيه والمتطرفه واعلاء مفهوم المصلحه الوطنيه هو الضامن لاستدامه الاستقرار بمفهومه الشامل والحفاظ على مقدرات الشعوب والحيلوله دون السطو عليها او سوء توظيفها ويتطلب ذلك تعزيز دور الدوله الوطنيه ذات الهويه الجامعه ودعم ركائز مؤسساتها الدستوريه وتطوير ما لديها من قدرات وكوادر وإمكانات ذاتية لتطلع بمهامها في إرساء دعائم الحكم الرشيد وتحقيق الأمن وإنفاذ القانون ومواجهة القوة الخارجة عنه وتوفير المناخ الداعم للحقوق والحريات الأساسية وتمكين المرأة والشباب وتتيم دور المجتمع المدني كشريك في عملية التنمية وكذلك دور المؤسسات والقيادات الدينية لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يضمن التمتع بالحق في حريه الدين والمعتقد، فضلا عن تكريس مسيره الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ورفع عجله الاستثمار وتوفير فرص العمل وصولا الى التنميه المستدامه، تلبيه لتطلعات شعوبنا نحو مستقبل افضل، يشاركون في بنائه ويتمتعون بثمار انجازاته دون تمييز. ثالثا يتعلق هذا المحور بالامن القومي العربي والذي يؤكد على انه كل لا يتجزأ. وان ما يتوافر لدى الدول العربيه من قدرات ذاتيه بالتعاون مع شركائها كفيل بتوفير الاطار المناسب للتصدي لاي مخاطر تحيق بعالمنا العربي. واشدد في هذا الصدد على ان مبادئ احترام سياده الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخليه والاخاء والمساواه هي التي تحكم العلاقات العربيه البينيه. وهي ذاتها التي ينص عليها روح ميثاق الامم المتحده ومقاصده. ويتعين كذلك أن تكون هي ذاتها الحاكمة لعلاقات الدول العربية مع دول جوارها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي هذا ولا يفوتنا في إطار تناول مفهوم الأمن الإقليمي المتكامل معاودة التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تفضي لنتائج ملموسة باتجاه إنشاء المنطقة الخالية من أساحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط مع تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد والحفاظ على منظومه عدم الانتشار وبما يمثل حجر الاساس لمنظومه متكامله للامن الاقليمي في المنطقه